السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من One Hour Networking. المرة هاي يعني إحنا رح نغير طريقة التعامل مع الاتصال بالإنترنت من راوتر أوناستيك إلى لاير 3 سويتش اللي هو رح يكون كور 1 اللي رح يكون يعني راوتر وسويتش بنفس الوقت، راوتر بالنسبة للإنترنت وسويتش بالنسبة لللان تبعتنا. فمنتقل لكور 1 ونبدأ فيه. طبعا اول شيء بدنا نعمله نحكي له انه الانترفيس ايثرنت 3.1 شت داون. بدك تحكي له بدل طبعا بدك تحكي له هون هو شو بالوضع الطبيعي الانترفيس 3.1.3 اللي احنا شايفينه هون، هو فعليا عبارة عن ترانك. لو في الاعلى اكيد الا ما يكون في عنا 1.3 انترفيس 1.3 انتو شايفين انه هون موجود وهو بوضعية الفوروردينج، بس مش هذا اللي بدنا اياه احنا. دقيقة خلينا نعمل end ونورجيكو. هون احنا عملنا show ip show interface trunk هاي اللي احنا بدنا اياه، بس مش راح يكون موجود لان عملنا له shut down. فبهي الحالة راح نرجع للانترفيس ونحكي له بدل ما يكون switch port no switch port. نحكي له بعدين IP address. ال IP address راح يكون تبعه من جهتنا راح يكون 192.168.200.1. بعدين نحكي له يعني هاي السبنت اللي بدنا اياها ونو شت داون، فبطل سويتش بورد ونو شت داون. بدك تتاكد هون يعني اهم شيء تتاكد منه انك تحكي له اول شيء اكزيت، تحكي له اي بي راوتينج، ترجع تفعل الراوتينج مره ثانيه علشان ما يودي البيانات لطرف خارجي. وبدك تعمل end هون وتتأكد انه لو حكيت له show IP interface brief بدك تتأكد انه في عندك VLAN لكل شخص وفعالة. فعندك انت شايف هنا في عنا VLAN هاي VLAN VLAN. بدك كمان تتأكد يعني بدك تودي كل البيانات default gateway بدك تخليها للراوتر الخارجي وتعمل او بتشغل راوتينج بروتوكول، لكن احنا راح نشغل راوتينج بروتوكول و يعني ننهي الموضوع. فبننتقل لجلوبال كونفيجريشن مود وبنحكي له راوتر او اس بي اف 1 نتورك area، يعني كل النتورك اللي احنا حطها بالاريا زيرو فقط، هذا اللي احنا بدنا اياه. بعدين نعمل exit بنحكي له IP route هاي default route إلنا هاي بسموه default route راح تكون مين على الانترفيس على ايثرنت اللي هو 3.1 زي ما احنا شايفين هون. راح يكون كل الانترنت كل الترافيك ل 3.1 فبس بنعمل له انتر. ديفولت راوت without gateway if not point to point interface may impact performance.
أتوقع هيك يعني هذا كل اللي احنا بنحتاجه هون. راح اعمل exit وراح اشوف show IP route show IP route. فأنا عندي gateway of last resort، هاي أهم إشي بالنسبة لي. فأنا لو حكيت له هون ping www.freesoftwarefoundation.org بروتوكول نوت رانينج او طبعا لانه احنا اللي عملناه كل الكونفيجريشن اللي احنا عملناها هي على ال على السويتش. فحاليا احنا كل الشغل تبعنا على السويتش، فبدك تغير السويتش وبدك تشغل عليه ايش اي بي دي اتش سي بي. خلي اول شيء نعمل اكسكلودد ادرس 192.168.30 واحد ل 192.168.30 150 مثلا، وبعدين نحكي له اي بي دي اتش سي بي بول VLAN 30. بدك تحكي له ديفولت راوتر 192.168. الان هو شو اللي احنا شغالين عليه، اللي هو زي ما احنا شايفين هون 21 شو اي بي انترفيس بريف. خلينا نلقي نظرة هون. فانا هون عندي 30 و 21 30 و 21. طيب 30 و 21، مع انه هو لازم المفروض يكون 30 11 مش 21، و زي ما احنا شايفين 21 هون. طب على كل حال هسه بنعدل هاي هذا الموضوع. بعدين بنحكي له نتورك 192.168.30.255.255.255.0. بعدين DNS server مثلا على سبيل المثال، router network DNS server. باقي الأشياء يعني ما أتوقع أن نحتاجها، بس هذا هو اللي بهمنا. بنعمل exit وبندخل على VLAN VLAN 30. ليش؟ لان حطينا الراوتر حاليا ما راح يشتغل، لازم ندخل انترفيس VLAN 30 نحكي له نو اي بي ادرس. بعدين نحكي له الاي بي ادرس اللي هو خلينا ناخذ هذا بما انه جاهز، نعمله بيست. بس منيجي هون نحكي له هذا هو ال 11 اللي هو اللي حطيناه ديفولت راوتر هون، هو 11 عشان يكون كل شغلنا سليم. طبعا هيك بنكون انهينا كل شغلنا على ال كل شغلنا على السويتش. باجي لهون بدي احكي له اول شيء نعمل exit no interface ethernet 00.10 و .20 ودوت 30 و بنتقل الان للانترفيس نفسه. اسف احكي له طبعا اي بي ادرس 192.168.200.2
بعدين بدخل السبنت ماسك. طبعا هذا ما راح يغير عندي اي شيء نهائيا من ناحية البروسيجر والاشياء هاي. الان بدي اتأكد طبعا اول شيء انه كل اموري تمام، ونشغل الراوتر او اس بي اف. لو حكيت له الان شو اي بي راوت فهو ما بيعرف يوصل لبقية الامور، لكن الان ادخل على global configuration mode واحكي له راوتر او اس بي اف 1. احنا هنا شغلنا راوتر او اس بي اف وان والاريا زيرو. طيب فانا بحكي له او اس بي اف، طبعا بدك تكون متاكد من كل شيء نتورك، كل النتورك يعني افضل انه بس ما في مشكله لو عملنا هيك. هاي اريا زيرو. الان نشيك على الاتصال عنا. اول شيء لازم اكون يعني اقدر اتصل ب اعمل بينج لمين مثلا، ل جوجل دي ان اس سيرفر. ما في عندي اتصال، شو السبب؟ لازم احكي له مثلا اول شيء خليني اعمل ديسكونكت عشان اذا مثلا في مشكلة في دي اتش سي بي سيرفر في كذا لحديت الان طبعا ما شبك. connection established. طب نشوف شو ال IP address تبعنا. فأنا عندي 30.151. عندي 30.151. طب نجرب مرة ثانية. طب نعمل C ونعمل trace route. طيب قبل ما نعمل تريس راوت ليش ما نعمل بينج للديفولت راوتر او اللي هو دوت 30 دوت 11، فانا قادر اوصل له. طيب هل انا قادر اني اصل الى في كمان شيء لازم نتأكد منه، انه احنا هنا شو الانترفيس احنا اعطيناه؟ انترفيس اعطيناه 200، اعطينا 200.1، وبعدين اعطينا الراوتر انترفيس شو اي بي انترفيس بريف. خلينا نطلع شو اي بي انترفيس بريف. فاحنا هون طبعا شايفين انه ديليتد 192. نشوف 192.168.200.1 بقدر اتصل فيها. طيب لو حكيت له الان شو اي بي راوت فهو شايف ال 20 وشايف ال 30 وشايف 100، يعني معناته المفروض يكون يعني بيقدر يتصل ب 30.151، وفعلا هو بيقدر يتصل ب 3151. طب ايش بقي عنا؟ احكي له اتصل ب 10.1، لكن يبدو انه في مشكله بال انا عرفت وين المشكله.
عرفتوا انتوا وين المشكلة؟ أنا لما أجيت هون لو حكيت له شو رح تلاقوا إنه ما في ما في نات انسايد، يعني هون أيوه هذا اللي أنا بدي أشوفه، وين النات انسايد؟ ما في نات انسايد، فأنا بس راح أدخل هون على جلوبال كونفجريشن مود وأدخل تحت الانترفيس وأحكي له اي بي نات انسايد. ان شاء الله هاي يعني يمكن يحل المشكلة. فبرجع بحكي له مرة ثانية بينج 10، فأمورنا طيبة ان شاء الله. داش طيب، لو حكيت له الان بينج او لا تريس هاي اخذها، طيب تحكي له بينج 8.8.8، فانا بقدر اتصل فيه، معناته المفروض الان يعني خلينا ندخل على مثلا دب 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 دوت مثلا asterisk دوت اورج. شوف asterisk دوت اورج بنقدر نوصل له. اتوقع انه يعني قادرين ان نوصل، لانه هاي انا انتو شايفين هنا في عندنا send request to receiving وعم بيفتح ال، طبعا بالنسبة لأسترسك هو free BBX system و يعني voice over IP وحتى conferencing وكل شيء، يعني يكفي انك انت تتعلم عليه، و يعني كثير فيه مزايا و يعني فيتشرز رهيبة. يعني ايش كمان بدنا؟ بدنا خلينا نروح على طبعا تقدر كمان تعمل داونلود، هاي كمان في عندهم انترفيسز، بتضيف الانترفيس على الراوتر او على البي سي تبعك، فبتحول ل يعني ل فويس سيرفر، وبتقدر توصله على الببليك سويتش تليفون نتورك. يعني هاي اذا بدك داونلود استرسك يعني ما في مشكلة. مثلا هون لو حكيت له داونلود داونلودز، فبتقدر تعمل داونلود عادي يعني مثل يعني حتى بدون اكاونت وبدون اي شيء. ايش كمان مثلا في عنا اشياء، خلينا ناخذ مثلا في عندك ntp.org، احنا بنعرف انه كلياتنا عنا يعني ساعات، يعني سواء على جهازك الخلوي، على جهاز الكمبيوتر، على كل هاي الاشياء يعني بيتم يعني رعايتها من الـ NTP Network Time Protocol. طبعا هاي Network Time Protocol مثلا يعني اي حدا في العالم بيقدر يستخدمه عن طريق pool.ntp.org. ف بس انت تعمل تخلي الراوتر تبعك يعني تخلي الراوتر يعني يعمل pointing على ntp ويشغل ntp service، وبتقدر كمان انت تعمل synchronization مع هاي ntp servers، تعمل يعني مزامنة معهم على نفس الوقت تبعهم، وتوزع وقت على كل اللي عندك. يعني مش ضروري انه كل واحد من الاجهزة تبعك يتصل بالانترنت عشان يحصل على الوقت، لا هو انت بتعينه بيتصل مع الانترنت وبعدين بيوزع على شبكتك وقت من الراوتر الرئيسي او الجهاز الرئيسي اللي حصل على
الوقت. طبعا هاي يعني اذا انت لك معرفة باللينوكس بتقدر تعملها، وفي برنامج يعني اذا نزلته على على الويندوز ممكن يشتغل. هاي الانتي بي بتاخد وقت طويل مش عارف ليش، لكن احنا يعني شفنا انه شبكتنا فعالة 100%، يعني مش عادي، ما يعني مش اشي كبير هون. طبعا هذا هو الجهاز اللي احنا شغالين عليه حاليا، خلينا نجيبه لهون نرجعه لمكانه الرئيسي. يعني هاي نتورك تايم بروتوكول، نتورك تايم فاونديشن، باخذ وقت بجوز لانه فيه كثير يعني جرافيكس وانيميشن واشياء مثل هيك، لكن طبعا هيك بنكون عملنا عملية راوتر اونستيك، وعملنا يعني انتر فيلان سويتشنج، وعملنا ناتينج، وعملنا كمان دي اس سي بي سيرفر. يعني هاي كل يعني الاشياء اللي بالنسبة للان تي بي سيرفر يعني مش شيء كبير جدا. لو اجيت على مثلا على الراوتر، على الراوتر هون يعني بكل بساطة بس احكي له اكزيت، بحكي له مثلا ان تي بي، وهاي الخيارات تبعتي مثلا ان تي بي. اذا حكيت له ماستر فهو بصير السيرفر، فكل يعني انت بتحكي له مثلا ستراتوم نمبر 5، او هو بالوضع الطبيعي بيكون 8. بعدين انت بتحكي له انه ايش السورس اللي بوزع منه الان تي بي. بعدين بتحكي له يعني بتقدر تعمل اشياء كثير، يعني مش موضوع صعب الان تي بي سيرفر، يعني بس مجموعة من الكوماندز وبيكون عندك فعال 100%. يعني هاي فتح. طبعا ان تي بي موجود من زمن طويل جدا، وهو من اقدم الخدمات، يعني مثله مثل اتش تي تي بي. يعني يعني بتوقع هيك بنكون وصلنا يعني لنهاية موضوع اللان سويتشنج بشكل عام، وحتى جزء من الراوتينج وجزء من يعني هيك انتو بتكونوا حصلتوا على كل المعلومات اللي انتو بتحتاجوا عشان اللان سويتشنج عمليا. لكن النظري برجع لك انت ترجع اذا حاب تعرف ليش مثلا بتتم هاي العمليات بهاي الطريقة. فبتمنى لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.